معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم الاخبار، ونبتدي من بوابه اخبار اليوم اللي اتكلمت او قالت ان الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي استأنف تدريباته النهارده استعدادا للمواجهه الداخليه، المباراه المقرر ليها ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في الجوله 23 من الدوري العام. لاسارتي منح اللعيبه او الفريق راحه سلبيه طبعا من التدريبات امبارح بعد خوض مباراه الانتاج الحربي اول امبارح في الجوله 22 من مباريات الدوري الممتاز.